حاج اسعد الف لا باس عليك يا حاج اسعد، عملت فيه ايه يا دكتور؟ انت انت يا دكتور يا نهار ابيض سيدي اسعد يا حاج محمد يا حاج محمد يا حاج محمد انت انت يا دكتور يا حاج محمد الحق يا حاج محمد الحاج اسعد ضربوه لهو على الارض. مين اللي ضرب؟ توكش حداد اجرب المشوار ده لحسن اخوه وخليه حصان هقتله. الحسن الحق الدوكش ضرب الحاج اسعد والحاج محمد راح يتعالج. قول ايه الدوكش ضرب الحاج اسعد؟ زي ما بقول لك كده. تعالى اجري اجري يا بني عليك يا حاج اجري يا بني. ايه ما عندهاش دم يا حاج اسعد؟ يا حاج محمد حاج محمد انت مش فاهم حاجه. انا مش فاهم كل حاجه. ايه ده يا حاج الحاج. ايه ده لابس هدومك ورايح على فين؟ هتخرج تروح فين الساعه دي بس يا حاج؟ انا هوصل لحد الوكاله. ليه يا حاج؟ ما تقعد هنا هوت كده في الطراوه، ترد روحك يا حاج. الله جرى ايه يا ذكيه؟ انت عايزه تمنعيني ولا ايه؟ يتقطع لساني يا حاج. لا ده انا خايفه على صحتك، كلنا خايفين عليك يا سي اسعد. معقوله يا ربي؟ ده انت الخير والبركة، احنا لينا حد غيرك؟ علشان خاطر يا جدي خليك قاعد معانا وانا هلعبك دور بصرة. معلش يا بنتي انا هوصل لحد الوكالة. الوكالة وحشتني قوي، عايز اتسلى شوية مع الزباين. الزباين ايه يا اختي اللي هيتسلى معاهم في الساعات؟ يا اختي ده باين عليه تعبان قوي. جد يا اختي؟ طب ليه مش قادرة اشيله ابدا؟ ربنا يستر يا رب الستر من عندك. الله يسلمك يا زينة. مع السلامة يا حاج. مع السلامة يا حاج. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك. صلى على النبي. Thank you.
حاج اسعد، حاج اسعد، حاج اسعد، حاج اسعد، سمعتني حاج اسعد؟ هيا حاج اسعد. من زمزم يا حاج ان شاء الله. الله يخليك يا محبوب. خير يا حاج؟ ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارف يا محبوب، دايما افتكر الحاج اسعد الله يرحمه. الف رحمه ونور تنزل عليه. بس الامتى؟ ده الحاج ميت دلوقتي بقاله 3 سنين. اه يا محبوب، بشوفه في كل حتة، بشوفه في المنام وبشوفه في الصحيان، بشوفه قدامي في الوكالة، بشوفه قدامي في الشارع، بشوفه قدامي قاعد على القهوة. لا إله إلا الله. بشوفه في جامعة العيلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده تبقى بركة يا حاج. أنت ناسي إن الحاج أسعد كان راجل بتاع ربنا؟ وليه ما تقولش إن هو ميت غضبان عليا يا محبوب؟ غضبان عليك أنت يا حاج محمد؟ إزاي؟ ده الحاج اسعد كان بيحبك الله يرحمه، والبيت عامر بحسك وبحسه وبخيره. بان انا مش قد المسؤوليه يا محبوب. انا مش عارف يا ابني ايه اللي جرالنا، مالنا كده كلنا متفرفطين كل واحد في ناحيه ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا عندي فكره يا حاج، لمهم حواليك كلهم، هو في احلى من لمه الطبليه؟ اه صح، هي لمه الطبليه. جدع يا محبوب، اندههم لي بقى كلهم، انده لاحمد وانده لحسن وانده لكلهم. نفطر النهارده مع بعض، ايه رايك؟ الله يبارك فيك وينور لك سكتك. انا هلمهم حالا علشان تقعدوا مع بعض على الطبليه. يا حاج حسن، اسي احمد، اسي احمد، يا انت بتعلي صوتك ليه؟ عايز ايه؟ ايه الحاج محمد عاوز سيدي احمد علشان يفطروا سوا. ما جاش يا نهار، مش فايت لسه؟ ما جاش لحد دلوقتي؟ لسه. ده لو سيدي الحاج عرف هيعمل عمايل وحشة ويسوي الهوايج. ست زكية، أنا عندي فكرة. انزل سيد الحاج وقول له سيدي أحمد نزل مع أداء الفجر يصلي الفجر ولسه ما رجعش. طب ما تقول له أنت يا أخوي. أنا؟ لا، أنا ما أقدرش. ما أقدرش أكذب. سيدي حسن، سيدي حسن. أدي أسعد، استنى لما عمك تيجي. كاكي نقفة، ده رأيك يا أمين؟ ده عيل وجعان. ما هو صحيح يا أخي، أحمد اتأخر كده ليه؟ يديك طول العمر والصحة يا حاج محمد. أحمد على ما يصحى ويشطف وينزل السلم ويجي لحد هنا تكون المغرب اتدانت. إيه؟ أنت مش ناوي تفتح الوكالة ولا إيه؟ نفسي يا أخي يغير من طبعه ده شوية. يا أخي أنا ما يعجبنيش الراجل اللي يحب قعدة البيت. الراجل لو ما كانش يعيش أو يتعب ويعرق في لقمة عيشه يبقى حياته دي إيه؟ أنا مش شايف يعني لا ليها طعم ولا معنى كده يا أخي. الله حاج محمد، أحمد مش عاجبني. رأي المثل اخر العنقود سكر معقود. احمد اتدلع كتير وادي النتيجه. يعني عاجبك اللي انت شايفه ده؟ عاجبك غمز الناس ومقلسيتهم عليه وهو ماشي شايل العود في ايده؟ والله يا اخي انا نفسي انفجر فيه. لا معلش يا حاج، الطيب احسن. خلاص يا حسن، يبقى كلمه انت بقى ونبهه، لان انا كلامي تقيل عليه. حاضر، من عينيا يا حاج. صباح الخير يا حاج محمد. صباح الخير يا صباح الخير. الخير صباح الخير. صباح الخير يا مفيش. يسعد صباحك يا اخي. ايه احمد فين؟ هو خرج اصله. ايه خرج؟ ايوه خرج يا سي حسن. خرج راح فين؟ على الفجر كده خرج. تو ما انت خرجت على طول. ايه يعني خرج يكون راح فين يعني؟ خرج راح الجامع يصلي يا حاج. الله، جامع ايه؟ طب ما انا كنت في الجامع. دي راح يصلي في الجامع. هو ما فيش غير هو جامع واحد بس يا حاج. اوعى تكوني بتكدبي يا زكية. وحدب ليه يا حاج يو؟ لا يكون بقى بيبات بره وانت بتكدبي. لا انا قلت اللي حصل يا حاج وخلاص. عن اذنك. واخرتها يا سحاس ايه؟ هتمم عليكم زي الفراخ اخر الليل ولا ايه؟ ما انا قلت لك هكلمه يا حاج، هكلمه. محبوب، انت يا واد يا محبوب. نعم استفيس. ناولني مخدتين. حاضر، حطهم هنا. حاضر. عايزة أعلى. جبت كل الحاجات اللي قلت لك عليها؟ كله تمام. عملت حسابك على نصيب ولاد أخت الحاجة؟ زي العادة. امشي نجر انده لستك زكية تاخد نصيبها. بسم الله عليك يا ست نفيسة، ما ست زكية قاعدة جنبك اهي. امشي نجر انده لها. مالك يا واد يا محبوب؟ أصل عدم المؤاخذة
في حاجة حصلت النهاردة وأنا مخبيها عنك. حاجة؟ حاجة زي إيه؟ أقولك بس ما تجيبيش سيرة لحد. لا، لما تقول لي الأول. أصل النهاردة سيد الحاج محمد بعتني عشان أنده سيارة. معلوم؟ امشي امشي دلوقتي أما أقولك هندهلك. يلا اتفضل. حاضر حاضر. سكينة يا سكينة. أيوة يا أم. منابك يا حبيبتي. كل ده ياما. أمال يا روح أمك، مش أنت أم البنات؟ أنا لو كنت أعرف كده كنت جبت اتنين في بطن واحد. أه أنت كده الواحد ما ياخدش منك غير النقودة والمسخرة. أمينة يا أختي. نعم يا أبنتي. منابك يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. تعيشي لي يا أختي. هات. الله يخليك لينا يا أختي. تعيشي يا حبيبتي. نعم ايه؟ تاخد نصيبك ولا في احمد مش جاي النهارده؟ قصدك اهدى يا نفيسه. ما قصديش حاجه يا اختي، انا بس بسال. الله، لا بقى اسمعي يا اختي انت وهي، انتوا مش قدي. اذا كنت انت يا اختي قعدتي على كرسي الحاجه، لا اوعى تفتكري نفسك حاطه الريس على دماغك، ده انا هقصقصولك خالص. رايح يا زكيه. لا عيب يا اختي، بردك السنفسه هي الكبيره. يا اختي كبيره على نفسها وكبيره عليك انت يا نعميه. لكن انا لا يا اختي، ما حدش كبير عليا خالص، ولفت الملايه ووري كل حد حدوده. كل حد فينا عارف حدوده يا حبيبتي، الا انت اللي مش فاهمه حدودك. ده انت الضربه مش هتلايميها يا نفيسه. مش هلايمها ولايمها ليه؟ ولا انت ما قدرتيش على الحمار هتقدري على البرداع؟ يا اختي اذا كان على الحمار انا راكباه ومدلدله رجليا، موت انت يا اختي بحسرتك. واموت انا بحسرتي ليه؟ ايه اللي هيموتني بحسرتي؟ يا مقطوعه من شجره، يا ارض بور، يا عدمت الخلفه. يا بيتا عايزه يا زكيه. الله، ده الزمن بيقول يا اختي اجي مستكتر، الزمن اكبر. شفت يا حاج احسن؟ اهو الخديوي عباس اتعزل ومش هيرجع من تركيا. يعني هنسيب الانجليز يعملوا في البلد زي ما هم عايزين؟ دي خلاص ما بقتش بلد، قول عزبة تكية. ايه يا ابونا القانون فين؟ ما هو القانون اتغير يا حسن. الانجليز فرضوا الحماية على مصر وعينوا الامير حسين كامل سلطان على عرشها، يعني انتهى حكم الدولة العثمانية. ايه بس المؤاخذة احنا ما انتهيناش. من غير انفعال يا ابو علي. ابونا دي ما فيهاش انفعال، الانجليز مش هيجوا اقوى من نابليون، وزي ما نابليون رحل هم رحلوا. يا ابو علي ساعة ما كنا بنحارب الفرنساويين كانوا الانجليز كمان بيحاربوه من ناحيه ثانيه، يعني احنا بنضرب من ناحيه والفرنساويين بيضربوا من ناحيه. النهارده الانجليز والفرنساويين اتحدوا علينا، ولو ان اللي بيطمني دلوقتي ان في شراره ثوره في بر الشام وفي العراق، وربنا يسهل. خلاص نتحد ونحاربهم سوا. ما هو المهم نوحد كلمتنا وننظم صفوفنا، وعلشان كده انا دعيت واحد من الجماعه هيجي لي دلوقتي في بيتك هنا علشان يدينا معلومات. ابونا البيت بيتك ومطرحك. الله طبعا. يا ساتر. ايه ده؟ انت مين دخلك البيت؟ مين نزلك؟ انا اللي قلت له يحصلني على هنا يا حسن. لا مؤاخذة يا ابونا، انا ممكن اقابل اي حد هنا الا البني ادم ده. ايوه يا حسن، بس انت قلت لي ان البيت بيتي لسه من شويه دلوقتي. ايوه بس مش للدوكس، انت فاهم كويس قوي هو عمل ايه قبل كده. تعالى يا دوكس. امشي يا ابونا ولا ايه؟ تعالى. جريس حسن، انا مش جاي زياره، انا جاي اقول كلام مهم. انا مظلوم يا جماعه في الحكايه دي. ان كان اللي حصل مع المرحوم انا رحت استسمحت وحبيت على ايده وسامحني يا سي حسن. امشي يا ابونا ولا ايه؟ تحب ابوس ايدك انت كمان يا سي حسن ولا ايه الحكايه؟ على العموم يا حسن احنا رايحين على بيتنا انا والدكش، اذا كنت عاوز تحصلنا على هناك حصلنا. يلا بينا يا دكش. يلا بينا يا ابونا، ما تتعبش يا حاج. استغفر الله يا اخوانا، البيت بيتك يا ابونا. اتفضل اتفضل. اتفضل يا ابونا استريح. اقعد يا دوكش اقعد. يبقى ما نضيعش وقت بقى، قول لنا اللي عندك يا دوكش. شوف يا ابونا، انا عرفت ان الانجليز عايزين يتحرشوا بالشعب ويعملوا فرقعه كبيره. ليه؟ يبقى قطعا عاوزين يعملوا حل عسكري. مش كده وبس، شوف خبز الانجليز، دول عايزين يوقعوا بين المسلمين والاقباط. المسلمين اخوات الاقباط والاقباط اخوات المسلمين في البلد دي، والاتنين بيمجدوا مصر وبس. ايدك يا دوكش، ايدك يا حسن. اسمع محبوب. ايوه. انت تنقل السلاح اللي في القرار تطلعه السطوح. وليه ده كله يا حسن؟
واحنا هنحارب؟ احنا داخلين اسخن من الحرب. افرض الانجليز هاجموا البيت عشان يطبعوا حاربنا، هنسكت؟ هنقطع دبرهم. يا سنة سوخة، وممكن يخشوا البيوت كمان. ممكن يعملوا اسخن من كده. يا سيدي البيومي، ارطف بينا يا رب. وهنفضل عايشين على كده يا حسن؟ هنفضل كتير على كده؟ لا، ناسنا مش هيسكتوا. احنا عندنا رجاله تاكل الزلط، رجالتنا ما يخافوش ابدا. واحنا معاك يا حسن، انا والفلاحين والصنايعيه وكل الناس. ماتوا يا ولاد. يا حاج محمد، دريت بالاخبار؟ اخبار زفت وطين، بعد عنك اللي انت عملتها. اللي عملت ايه يا حاج محمد؟ مين اللي دخل الدوتش هنا؟ جاي لمين؟ جاي لان بذمتك مش مكسوف من نفسك وانت بتقولها؟ وفيها ايه يعني يا حاج؟ فيها ايه؟ فيها يا استاذ ان انت افتكرت ان ده بيتك. بيتي؟ ما هو بيتي. امال بيت مين يا حاج؟ بيت صاحبه، بيت الحاج اسعد الله يرحمه. هل انتوا كلكم فاكرين ان هو مات وان مفيش حد من صلب يقدر يدافع عنه؟ لا، انا ما عملتش حاجه يا حاج. مين اللي دخل الدوس هنا؟ مين اللي دخل عيل صغير اللي موته بالحفره وقتله؟ الله يرحمه سامحه خلاص. ولو ولو ايه؟ لما لكش حق يا حاج. اسمح لي بقى، الدوس استسمح المرحوم والمرحوم سامحه، يبقى خلاص. خلاص مين؟ مين اللي يقول خلاص؟ انا اللي اقول خلاص يا حسن. انت بتعطل يا حسن. لا يا حاج، لا سمح الله، انا غلطان. انت برضه اخوك كبير، اللي تؤمر بيه ماشي، بس يعني بالهداوه يا حاج. بعدين يا حاج احسن، بعدين لنا قاعده مع بعضنا. ليه يا احمد اتاخرت كده ليه؟ انت وغلطني عليك، وكمان الحاج محمد سال عليك يا اخويا. وقلت له ايه؟ قلت له خرج مع فرات الذكر. كويس، لكن انت كنت فين؟ والله يا سي احمد، والله انا اتوشت عليك. ايه اتوشت عليك؟ ما هي حمايه. هي ايه دي اللي حمايه يا اخوي؟ هي ايه دي اللي حمايه؟ يعني ايه حمايه الانجليز يا بنت؟ مش في حمايه؟ اصلهم عكشوني وانا ماشي امبارح في الشارع بالليل، وخدوني عدتهم. يا ستي لا، يا رب يتشكوا في عينيهم وفي عافيتهم. ايه ده؟ هم مين دول؟ الانجليز يا اخويا. الانجليز كلهم؟ طبعا يا اخويا، هم يجوا في مدتك. ايه ده انت راجلي يا اخويا. بقول لك ايه، اسخنك شويه ميه بملح كده تمدد فيهم رجلك. لا لا، مش عايز حاجه، انا كده تمام. طب لازم انت بقى جعان. انت مين قالك؟ قلبي حاسس. قبل اقول لك، يعني هم يعني في التمنه هيكونوا اكلوك ولا حاجه؟ انا محضره لك جوزين فراخ. شوف فراخ تاني، فراخ تاني، ده انا بالطريقه دي حكاكي. يو مسخي يا سي احمد، وتدن يا اخويا، وتعلي صوتك كده وتجلجل وتصحي كل النايمين. يو دمك شربات يا زكية، دمك عسل وكلامك حلو قوي، بس مخ هنا يوك مفيش. يعني ايه؟ كامل فرد. انت فاهم يعني ان الانجليز لما يعكشوني عشان الحمايه ويحطوني في التمن هيسيبوني كده من غير اكل؟ لا 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 طبعا، بياكلوني. واكل ايه؟ انجليزي. فعلمك الفطار انجليزي، الغداء انجليزي، العشاء انجليزي، اكل اللوردات. طب انا لسه دلوقتي اهو فاطر فطار انجليزي. يا سي احمد، هو الفطار الانجليزي ده فيه فراخ؟ امال ايه؟ انجليزي، الانجليز كلهم كده، يصحوا الصبح فراخ على طول. سي احمد معلش، ما سي احمد، هم بياكلوا المساجين فراخ يا زكي فهمي؟ مش المساجين كلهم، لا لا، مساجين مساجين، وبعدين كله بحسابه. هين قرشك ولا تهين نفسك؟ طبعا يا اخويا. ولا يعني كنت اسيبهم ياكلوني لحم خنزير؟ يا لالبتي تاكل لحم خنزير؟ لا يا اخويا لا، ده متحرم يا اخويا. يو متحرم؟ ربنا يكملك بالعقل، ده انت عاقله وفاهمه كل حاجه. خلاص مش عايز زيت، يلا روح حط البشكير في الحمام، حضري لي الحمام عشان اسيبك. عليا يا اخويا عليا. وحضري لي صفيحه الغاليه والليفه والصابونه. وكوز يا سي احمد. وكوز يا زكيه، خدي علي الزكاته ديت. حاضر. وبعدين طلعي المنديل من جيب الساعه وسليم. عينيا. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا سحر؟ الاحمر الملالع ده؟ احمر؟ ايوه ايوه ايوه، ما انا بعد ما افطرت الفطار الانجليزي قلت هاضمه ازاي، عديت على عم فرغالي الشربات لي، خدت منه سطل شربات ورد، سطل جميل، قعدت اشرب اشرب، نزل منه كام نقطه كده من شربات الورد على المنديل. شربات ورد؟ سي احمد خلي بالك من الورد وسوق الورد.
بتتشوك. ربنا يفتحها في وشك يا سي الحاج. كمل نور لي مخي. ما انت عارف ان انا ما اعرفش استقرا جرايد. انا افهم في الحداده. اذاكر المغنى بتاع الشيخ سيد درويش. يا سلام عليه وهو بيقول قوم يا مصري مصر امك بتناديك. يخسى على الانجليز. ما تجيبش سيرتهم. دول اعلنوا الحمايه على مصر. حمايه؟ يا مصر عايزه حمايه؟ ما الفتوات العترة تحميها. ده احنا نحمي بلدنا بارواحنا. مش كده وبس. دول خلعوا الخديوي عباس الثاني وهو غايب في تركيا. وقالوا الامير حسين كامل على عرش مصر. هو لا مؤاخذة الامير حسين كامل بيشتغل في اي واحد. يشتغل ايه بس يا دوكش؟ انت فاهم معناته ايه ان الحكم العثماني على مصر ينتهي؟ الله! يعني مش هيبقى فيه طنباك عثماني ولا بقلاوي عثماني؟ عارف انا بكره الانجليز قد ايه يا دوكش؟ يفوروا الدم. انما انت بتحب الاتراك يا سي الحاج. اسمهم برضه مسلمين وموحدين بالله. انما الانجليز قطعوا وندروا في الهوا. اهو جايين يقسمونا في ارزاقنا ونازلين سلب ونهب في البلد. جاتهم ضائق طاعون يخلص عليهم. قول يا رب. بقولها 5 مرات في اليوم بعد الصلاة. كمل كمل. يا ماما حلوة. يا معلم دوكش. يا بتاع الحدادة. حدادة حلوة ومنين اجيبها؟ محمود. طيب طيب يا محمود. انت ايه حكايه ابو ارزه؟ ساعه خبط على الباب. ابو ارزه معلش. محبوب حبيبي. محبوب الغرام يا مكلم. على السلامة يا استاذ. اهلا وسهلا. اشراقت الانوار يا سي احمد. انا مساء الخير يا حاج. مساء الخير. مساء الخير. صباح الخير. لا لا مؤاخذة. يا مؤاخذة اصلا انا كنت عند جماعه اصحابي. بعدين كنا بنتكلم في موضوع حلو قوي فالقعده طولت شويه معايا. معلش ما تبقاش تتاخر تاني يا احمد. بينا يا حاج عشان نلحق صلاه الفجر. معلش المره دي يا حاج. المره دي مش هطول معاك بس يكون في معلومك الباب ده هيتقفل بعد صلاه العشاء بساعه بالكتير خالص. فاهم ازاي؟ لو جيت متاخر تبات بقى مطرح ما كنت. ولا يعني عجبك القعدة مع أصحابك قوي؟ يا أخي اقعد في بيتك، اقعد جنب مراتك اللي طهقانة منك. الله يا حاج عيب. ما تضربنيش كده. وبعدين اللي بيني وبين زكية ده يخصنا أنا وين إحنا لوحدينا. اسمع أما أقول لك أنا مش هنبه تاني. فاهم إزاي؟ ده آخر تنبيه. الباب ده هيتقفل يعني هيتقفل، وإذا جيت متأخر بات مطرح ما كنت. يلا إحنا رايحين نصلي. يلا يا حاج الفجر هيفوتنا. خلابي خلابي. فين السكر يا واد؟ سكر ايه؟ سكر ايه ده؟ مفيش سكر خالص ياما. هو انت يا واد مفيش حاجه اطلبها منك وتعملها ابدا؟ الله جلال ايه ياما؟ ده انا كعوبي دابت من لسع دكاكين. مفيش سكر خالص. ده ايه الهباب اللي احنا عايشين فيه ده؟ هي الدنيا حصل فيها ايه؟ الله ينعل ابو يوم الانجليز ويوم ما بلانا بيهم. ايه يا واد الخيل الكدابه دي؟ ما تروح تلعب في بيتكم. ايه؟ عاوز العب مع الكلب. تلعب مع الكلب؟ هتعمل بيه ايه؟ هو انا عقله ولا عقله يعني؟ ده انا العب معاه. طيب بقى الكلب ما ياكلش الا السكر، وانتوا عندكم سكر كتير. اتفضل بقى روح هات له شويه سكر وتيجي تاخد الكلب. حاضر. ايه يا واد بتضحك عليا؟ ايه؟ بتضحك عليا يا واد؟ قصدك استقلبتيه. ايه يا اخويا؟ بتقول ايه؟ استقلبتيه ياما. روح يا اما. تسلم لي يا حبيبي تسلم لي. طيب ده الكلب نصيبي انا فين بقى؟ اطلع تاني وهاتلي شويه سكر كتير بس وحد يشوفك. وخد الكلب وانت خارج. بس اسمع لو ما جبتش السكر انا هاجي بنفسي اخد الكلب وما خلوش يلعب معاك تاني. طب ما تطلبيش حاجه اكتر من السكر.
امد ايدي على فرخه او على وزه دول بيقاك وصفده. ها طيب خلاص يا اخوي. كتير في الكلام اللي حاوله لك ده. بصراحة أنا حياتي كده مش عجباني. يعني أنا قاعد في البيت زي الستات، لا شغلة ولا مشغلة. وبعدين العمر بيجري. الناس كلها بتتقدم وأنا في مطرحي محلك سر. ابن حلال يا أبو حميد. أهو ده نفس الكلام يا ابني اللي أنا كنت عايز أقوله لك. شوف يا أحمد بقى. بصراحة يا ابني أنت دلوقتي ليك التلت في ميراث المرحوم، ما احنا تلاتة. والكلام اللي انت قلته ده حلو وعجبنا انا قوي، لان ايدينا احنا التلاتة
احسن من ايد واحده، ونحقق بقى الحلم اللي كان المرحوم عايز يعمله وكان رسم له ومخطط له في حياته. حلو حلو يا حاج، هو ده الكلام اللي كان نفسي اسمعه. يعني انا دلوقتي ليا التلت في الميراث مش كده؟ وحد حايشك؟ طبعا ليك التلت، ولازم تشتغل معانا وتنزل معانا السوق وتخلي السوق بقى يتحنط. من عناية من عناية يا حاج، بس انت مكني يا اخويا. وانا حد حايشك من بكره تنزل معانا الوكالة. والتاجر، وفي احلى من التجارة؟ التجارة التجارة، انا شخصيا ما فهمش غير في التجارة. خلاص من بكرة يا ابو حميد تنزل معانا الوكالة وتقعد على الكرسي اللي كان بيقعد عليه المرحوم ابوك والتاجر اخوك. طب معلش يا حاج اسمح لي، يعني احنا طبعا ممكن نختلف ولا ايه يا حاج؟ نختلف ونتفق. حلو حلو يا حاج. انا شخصيا زي ما انت قلت انا عايز اشتغل، عايز اتاجر، اتاجر واشتغل في السوق واكسب وبقيمة. بس بقى اشتغل في الشغلانه اللي بفهمها وبحبها بصراحه يا حاج. انا ناوي اعمل مشروع لوحدي. مشروع ايه يا احمد اللي انت عايز تعمله ده؟ يعني مشروع في دماغي كده وبحبه وبفهم فيه. واطمن يا حاج ان شاء الله انا هكسب، وهكسب كتير قوي قوي قوي. المهم امتى تدوني التلت بتاعي علشان ابدا؟ انت بتقول اهو الوقت بيجري. هديك التلت ازاي؟ باي طريقه، بيعوا جزء من التركه. المهم تصرفونا. لا بيع، لا ما يبقاش الحاج اسعد بيشتري واحنا يا ولاد نبيع. لا يا حاج محمد، الحاج اسعد الله يرحمه مات، وعلى راي المثل الحي يبقى من الميت. اخلص، فاهم ازاي؟ انا مش عايز اسمع منك الكلمه دي تاني. ايه ده؟ انت عايز تزعقني ولا ايه؟ واطردك من البيت كمان، فاهم ازاي؟ تطردني؟ لا 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 يا حاج، انت فارد ريشك عليا قوي كده ليه؟ عيب، ده احنا اخوات والنصيب واحد. وانت قلت بعضمة لسانك، انا ليا التلت في كل حاجه. البيت ده ليا التلت فيه، بابه المقفول ده ليا التلت فيه. من النهارده بقى ما يتقفلش، عايز تقفله اديني تلتي، اديني حقي، فاهم ولا لا؟ ابيعه البيت. اطلع بره بره. انت بتطردني يا حاج؟ طيب انا هطلع بره، بس لو طلعت مش هيحصل. طيب انا بقولك الكلام ده واحنا اخوات. اللي يعمل راسه براس ابويا من النهارده مش اخويا ابدا. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير قوي، بس انا هسيب البيت لاني فعلا ما عدتش طايقك ومش مستحملك. مع السلامه، خد مراتك معاك. ذكية عندكم، لو مش عايزينها قولوا لها تروح بيت ابوها. يا حاج محمد، وبعدين بقى، طب ما تفهميني انت عايزه ايه بالظبط؟ شغل في محلات واشتغلتي، وانا ما شاء الله بقيت عامل زي الامبرزاريو، اشوفك بتقبضي كام وبتصرفي كام. اتكلمي بصراحه، عايزه ايه؟ ما تتكلم انت يا سيد، نورني. طيب انورك. انور مين يا ابني؟ ده انت بتفهم الكفت. هي بقى بصراحة عايزة تشتغل قسطة. مفيش في المحلات دي قسطة. لا في المدام عايزك تأجر لها محل وتكتب اسمها عليه بالكهربائية. وانا هجيب فلوس منين بس؟ تجيب فلوس منين؟ فلوسك فلوسك فلوسك. وبعدين بقى؟ هدي هدي نفسك شوية، روق كده وروح راضي مراتك. ده انت ياما ترجيت عشان تتجوزها، ده وش السعد عليك. لسه بدري على الكلام ده يا عم سيد. بدري ايه؟ ده وقته. انت مش ورثت؟ خد القرشين وروح بقى اشتري الصاله ووضبها وانتكها كده وشويه ديكورات. ده القرش اللي هتحطه فيها هيجي لك بكره منه 10. ورثت ايه يابا؟ ورثت ايه؟ الفلوس لسه على بعضيها، انا بصرف من الريح. ده كلام، ده حقك الشرعي، حقك الشرعي. حط القرش في المكان اللي هيجيب لك منه فايده. مالك انت ومال شغل البقاله والمانيفاتوره؟ بقى يا راجل تدفع بالجنيه وتلم بالمليم؟ ده مش كارك يا سي احمد، الكباريه مستقبلك. يا سي احمد، ده احنا نبقى ملوك زماننا، انا وخلصت من عزيزه البيضه وفاضيه، وانت لو حققت اللي في دماغك هتبقى اجدع واحد في القار. فكر فكر في الموضوع، فكر يا سي احمد، سي احمد فكر.
حلاوه الزمان، حلاوه البنت، حلاوه الولد. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج محمد. كلام طيبين. السلام عليكم يا حاج محمد. الله بركاته. اتفضل يا حاج محمد. الله يسعدك. اتفضل يا حاج. بركة فيك. ربنا يبارك فينا في عمرك. السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ الله يسعدك. قول يا حاج، أنا قلبي مشغول قوي على أحمد. لازم تسأل عنه وطار عليه. ده بقاله شهر لا حس ولا خبر. الله يا حسن اخويا، انت بتقول اللي جوايا دلوقتي. انا بقالي شهر دلوقتي عيني ما شافتش النوم ليله واحده. انا السبب في كل اللي حصل ده. لا يا حاج، اللي حصل ده مكتوب. مصارين البطن بتتخانق مع بعضها عشان حل اخوات. لا يا حسن لا، انا اللي معرفتش افكر كويس. الظاهر يا ابن الناس ان انا مش قد المسؤوليه. انا غلطت كتير. انا السبب في موت ابويا لان انا منعته من الجواز. بس انت عملت الصح. وانا اللي طردت احمد من بيته وفرقت بينه وبين مراته زكيه. وكمان بيطلب حاجات تمخه للعقل، مش معقول. لا يا حسن لا، انا برضو غلطان. كل ايديا وايدي تقيله يا حسن. انت عايز الصح، بتحاول تعامل الناس بضرورة وعايز اللي يرضي ربنا. الكلام ده ما ينفعش في الزمان ده يا حسن. يظهر انا بفكر بعقلية زمان وباخلاق زمان. مش عارف يا انا غلط يا الدنيا دي فيها حاجة غلط. اعمل ايه بس؟ شوف يا ابن الناس، انا يظهر ان انا مش حمل المسؤولية. دلوقتي انت واخوك تقعدوا مع بعض وتحلوا اموركم وتدبروها بطريقتكم، وانا من النهاردة يا ابن الناس. يا حاج، الحاج محمد اسعد. الحاج محمد اسعد. فين؟ حضرتك الحاج محمد اسعد؟ اه انا محمد اسعد. وفين حسن اسعد؟ انا حسن اسعد موجود. الحمد لله انكم موجودين مع بعض. وفرتوا عليا مشاوير حتى خدت كتاب بنتي لنادي. خير من العوايد؟ لا، ده العريس ابن اختي. انا مالي ومال العريس ابن اختك؟ حضرتك جاي من العوايد. يا استاذ انا محضر محكمة الجمالية هلال ابو عامر. محضر خير؟ ده ملكينا ومفيش ديون علينا لحد. ما تتكلموا معاي. في دعوة قضائية مرفوعة عليكم من المدعو أحمد أسعد. استنى بس يا حسن. بيطالب بإيه؟ بيطالب فيها بحقه في ميراث والده المرحوم الحاج أسعد.